رجاله كل الاعمار بيتعرضوا الى مشاكل خاصه بالعمود الفقري. النهارده حوار مثير جدا ومهم جدا حوالين هذه المنطقه في حياه كل منا. وطبعا اللي احنا زي ما قلت لكم اللي شفناه ده ولا حاجه جنب الواقع، الواقع اقصى من كده بكتير. تعالوا نرحب بضيفي العزيز القيمه العلميه الكبيره الاستاذ دكتور يسر حميلي، استاذ جراحات المخ والاعصاب والعمود الفقري، الاستاذ بكليه الطب جامعه القاهره والمدير لمستشفيات نيورو سباين للجراحات المتخصصه وعضو الجمعيه الاوروبيه لجراحات المخ والعصاب والعمود الفقري. ضيفي العزيز، اهلا بيك يا دكتور يسر. اهلا بيك يا دكتور. انت تشددت للفيلم على فكره، حسيت انه عجبك. ده حقيقي. اه هو في يعني الجزء الاول اللي بيقول ان في حاجات شائعه خطا وهي بتصحح، وده جزء مهم جدا جدا من الفيديو. والجزء الثاني هي معاناة المريض اللي بنعيشها كل يوم وبنشوفها، والحلول على فكرة ليست بعيدة، ولكن الحلول الصحيحة تبدأ بالتفكير الصحيح بالقرار الصحيح دائما. وكل ده البحث العلمي بيتناوله يوم ورا يوم. الجزء الأول اللي بيتكلم عن الشائعات اللي كانت موجودة أو الاعتقادات اللي كانت موجودة، هي لم تكن موجودة من فراغ. بمعنى آخر أن معظم الأبحاث العلمية قبل الاختراعات الحديثة للأشعات بالرنين والمقطعية وقبل التدخلات الجراحية الحديثة اللي بتعالج بجد مشاكل العمود الفقري، كانت العين بصيرة والإيد قصيرة، ولم تكن العين بصيرة كما ينبغي، حتى أنه كان بيصنف الانزلاق الغضروفي أو مشاكل الفقرات إنها مرض سني أو بتحصل في السن الكبير بس، وكانت بتستبعد من التشخيص لو المريض سنه صغير. النهاردة مع العلم الحديث، مع الطرق الحديثة، مع يعني الحياة العصرية اللي احنا بنعيشها، مشاكل العمود الفقري بتصيب كافة الأعمار ولها أشكال متعددة، وتشخيصها وسيناريوهاتها عديدة جدا جدا. والمجال ده محتاج من المريض عدم التردد في حاجة واحدة بس، إنه يذهب إلى الطبيب المناسب. ودي مشكلة كبيرة جدا، لأن عدد الأطباء المناسبين اللي نقدر نقول إن دول المنوط بيهم العمل في مجال العمود الفقري بجد وبكفاءة يكاد يكون زي محترف الكورة العالية الأسماء الكبيرة لو اتكلمنا بجد على مستوى العالم. ودي مشكلة أخرى. الأبحاث الحديثة كلها انصبت، طب إحنا بنعالج المشاكل بتاعة العمود الفقري، تعالوا ناخد كده الإحصائيات، العلماء الكبار قالوا ناخد نراجع إحصاءات المستشفيات الكبرى الناجحة في الدول المتقدمة وعدد المرضى اللي فيها، ونراجع البيانات دي كلها ونراجع بالإحصاءات وناخد من قاعدة البيانات دي ما يفيدنا في المستقبل. لما راجعوا كل المشاكل بتاعة العمود الفقري ووسائل العلاج ووسائل التعامل مع المشاكل، لقوا حاجتين مهمين جدا. إن أحسن طريقة للتعامل مع مشاكل العمود الفقري وأنجح طريقة دائما تأتي من خلال الجراح المثقل الخبرة اللي سمعته إنه شاطر، ببساطة شديدة جدا، حتى في الدول المتقدمة، حتى في الدول المتقدمة، حتى في المراكز الكبرى، لما راجعوا قاعدة البيانات والإحصاءات والسجلات وكل شيء وحطوا كل الداتا، لقوا إن أحسن نتائج تأتي دائما عند of good reputation اللي سمعته كويسة كجراح، كجراح، وبحط خط تحت كجراح. حتى في الوسائل الغير جراحية اللي هي العلاج التحفظي، مش بس في العمليات الجراحية، أنا بتكلم على طرق العلاج كلها، لو ان الجراح هو اكتر حد. طب ليه اكتر حد؟ لانه عنده كل المعطيات وعنده كل الداتا وعنده الخبره الكافيه للتعامل مع الموقف بجد جد. يعني ايه؟ يعني بيواجه الموقف ولازم يطلع بنتيجه كويسه. اهم حاجه لقوها كمان هي القرار بتاع العلاج، هعمل لده عمليه ولا هدي ده علاج، هريح ده في السرير ولا هعمل لده علاج طبيعي، هعمل لده حقن، هعمل لده تردد حراري، هعمل لده شد فقرات، هعمل لده برنامج رياضي تأهيلي، هخلي ده يخس، هخلي ده يلعب رياضة، هخلي ده يلعب يوجا. كل القرارات دي مهمة جدا 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 في تحديد مسار ونتيجة العلاج. لو حاجة تانية ودي كانت مفاجأة لي أنا شخصيا، إن في كثير من الحالات العلاج الجراحي
أقل تكلفة اقتصادية من الطرق الأخرى. إزاي؟ العملية غالية وتكلفتها في الدول المتقدمة دي على فكرة في أمريكا مثلا أضعاف 10 أضعاف تكلفة العملية عندنا في مصر. إزاي التكلفة العالية دي وأنا بقول إن العملية الجراحية أقل تكلفة؟ أتاري عينهم كان على حاجتين مهمين جدا، المريض اللي هعمل له عملية ده خف بسرعة، رجع شغله بسرعة، ما فقدش عمله، ما فقدش أيام طويلة في الأجازات، والأهم من كده المريض ده ما تعرضش لمشاكل في المعدة أو الكبد أو الكلى، ما جالوش فشل كلوي من الأدوية الكتيرة اللي بياخدها. فحسبوا البعد الاقتصادي الكل ده، مش بس تكلفة العملية بالموازنة، تكلفة العملية بالموازنة مع تكلفة الانقطاع عن العمل، مع تكلفة المشاكل اللي قد تصيب الكلى والكبد، لقوا إنها أقل بكثير جدا. ولقوا إن أكثر عيان محظوظ هو العيان اللي خد قرار العملية بدري قوي واتعملت له عمليات محدودة التدخل. هذا الكلام مثبت علميا، وكلام بقى اللي هو بعد خبرة طويلة، اللي هو زي ما بيقول كده بنجيب من الآخر خلاصة التجربة. خلاصة التجربة بالنسبة للمريض، اوعى تتوه، اوعى حد يضحك عليك، ما تروحش الواحد يعالج لك العمود الفقري وهو تخصص تاني خالص غير العمود الفقري. الأحسن حد هيعالج لك العمود الفقري هم العلماء اللي بيخترعوا أدوية العمود الفقري، طرق علاج العمود الفقري، طرق جراحة العمود الفقري، وعلى رأس هؤلاء العلماء جراح المخ والأعصاب والعمود الفقري. وبالتالي ده أحسن تخصص ممكن تروح له، ودور على الدكتور الشاطر، سمعته كويسة، نتائجه كويسة، شغله كويس. ما تضحكش على نفسك وتعتقد أن حقنة هتبقى الحل، قد تكون الحل، ولكن قد يكون الحل، قد تكون الحل في حتتها، في مكانها، التهاب عضلات، التهاب اوتار، ده فعلا علاج حقنة، او غضروف ممكن نعالجه بحقن، ممكن نعالجه بتردد حراري. بس اوعى تاخد القرار ده غير من خلال حد هو متخصص بيعمل كل حاجه في العمود الفقري. مش حاصر نفسه في حقن، مش حاصر نفسه في شفط. ساعات كتير جدا مريض يجيني عامل عمليه شفط للغضروف، مسكين تعب ودفع وعمل وراح وفي النهايه خلص القرار ما كانش قرار شفط، ما كانش صح، لان مشكلتك ما كانتش الغضروف، مشكلتك كان عدم اتزان الفقره الذي ادى الى حدوث الانزلاق الغضروفي. فاذا ما عالجتش السبب يبقى انا بعالج عرض، اذا عالجت العرض السبب اللي موجود ده هيرجع المرض تاني، وهنرجع في الدوامة نلف وندور حوالين نفسنا. ساعات بنبقى محتاجين نضحك على نفسنا شوية، أنا عندي انزلاق غضروفي، الواقع بيقول إن محتاج أعمل عملية، الواقع بيقول إن أنا لازم أقف وقفة صارمة وأخد لي أجازة من شغلي أسبوع 10 أيام وأعمل عملية لطيفة جدا بدري قبل ما الأمور تتفاقم. لا، أنا مش قادر، أنا ما عنديش وقت، أنا مش هضحك على نفسي بالأدوية والعلاج، هضحك على نفسي بحق، هضحك على نفسي بحاجات مش مجدية، هضحك على نفسي بحد يروح يعمل لي عصاية، بس ساعة ما هاجي أتعب هتعب تعب مضاعف، هيتطلب عملية أكبر، هيبقى فيه مضاعفات أكتر، مش هتحسن كما ينبغي. النتيجة الأخرى اللي لقوها أحسن الناس اللي خرجوا بنتائج كويسة هم أكتر الناس اللي عالجوا المشكلة بحسم من أول مرة. عندي كم عندي جزر النهاردة علمية، كل جزيرة لوحدها قصة وحكاية. هبدأ بالجزيرة الأولى اللي هي الجراحة الملاحية. هذه الجزيرة جزيرة علمية مهمة جدا. الجراحة الملاحية لها إنديكيشن، لها دواعي، ما معناها، من تفيد، من لا تفيد، إذا كان إجازة لنا التعبير. فعايزين نتكلم جلوبالي عن هذه الجزيرة العلمية الهامة جدا اسمها جراحة الملاحية. الجراحة الملاحية تطبيق مهم جدا في علم الجراحة، زي ما احنا عندنا حاجة اسمها الجي بي اس والقمر الصناعي اللي هو تحديد الأماكن من خلال القمر الصناعي، ان انا ابقى رابط العربية بتاعتي او المركبة اللي انا راكبها طيارة او عربية بمحدثات المكان والزمان من خلال القمر الصناعي. هل العربية ان يبقى فيها الجي بي اس احسن ولا ان ما يبقاش فيها؟ طبعا احسن. يبقى بالتالي اذا انا قدرت اطبق الجراحة الملاحية في غرفة العمليات هيفيد المريض كتير جدا وهيفيد الجراح كتير جدا. فهي تطبيق موجود، احنا بنعرض فيديو
ده استئصال انزلاق غضروفي بالمنظار وانا بستخدم معاه الجراحه الملاحيه. طب ما انا بستخدم المنظار وانا شايف بالمنظار والمنظار ضوئي وبيديني رؤى واضحه، لكن الجراحه الملاحيه بتجاوب لي على سؤال مهم جدا، انا وصلت للغضروف استأصلت الغضروف، هل اللي استأصلته من الغضروف ده كافي ام لا؟ ده هيبان لي من خلال احداثات الجراحه الملاحيه. كمان الجراحه الملاحيه المريض ممكن يبقى عنده اكثر من غضروف. الجراحه الملاحيه بتحدد لي المدخل او البورتال اوفنتري او الدخول للغضروف احسن حته ادخل لها منين، واقل حته ممكن تضر جسم الانسان ادخل منها اللي هو الكوريدور، كان انا بدور على الباب عشان افتح بالمفتاح وادخل، مش بكسر الحيطه وادخل. ودي حاجه مهمه، ممر الدخول. ممر الدخول ده مهم جدا، ان انا ادخل من ممرات امنه عشان اطلع بالعمليه بتاعتي من غير ما ادمر اي حاجه في التركيب الطبيعي اللي ربنا خلقه. لو جاوبنا على السؤال هو انا لما يبقى عندي عربيه جواها جي بي اس هيحدد لي المكان والزمان وطريقه الشوارع والزحمه والتكدس المروري، واخش من هنا ولا اخش من هنا افضل، افضل ولا ان انا ابقى ماشي كده عمياني بيعتمد على الرؤية المسبقة اللي قد تصيب أو تخطئ؟ بمعنى أنا عارف أن الطريق من مصر الجديدة لستة أكتوبر هيمر بستة أكتوبر، ممكن يمر بالدائري ده المعادي، ممكن يمر بالدائري التاني السلام. طيب يا ترى مين فيهم اللي عليه زحمة في الساعة اللي أنا خارج منها من البيت دي؟ الساعة 10 الصبح ممكن يبقى زحمة في ستة أكتوبر وممكن يبقى فاضي، على حسب إيه؟ يا ترى في حادثة على الطريق، في حاجة قفلت الطريق، مفيش. فبالتالي لما يبقى عندي احداثات مربوطه بالقمر الصناعي عن المرور بتاعي والمكان اللي انا ماشي فيه، ده هيفيدني اكتر، حتى لو كان عندي خبره بالطرق انا فاهمها وراجل دي سكتي كل يوم، بس انا في احداثات بتتغير. في ايه؟ حادثه حصل، حصل مطر، حصل اي حاجه. هي دي بقى الجراحه الملاحيه، بتديني بدقه كل متغيرات العمليه الجراحيه لكل مريض، كأني أنا بفصل بلوزة أو فستان أو بدلة أو جاكيت بقمة الدقة والإبداع على هذا المريض. يبقى أنا بعمل له عملية متفصلة على مقاسه، محدد فيها كل معطيات المريض وكل المتغيرات والمستجدات. يا سلام لو دي بقى مع واحد لعيب أو محترف، هيعمل إيه؟ هيبدع جوه العملية، هنحصل على نتائج عالية جدا. ده ببساطة يعني بدون الدخول في تفصيلات علمية لا تهم المشاهد كثيرا. الجراحة الملاحية مفيدة جدا لجراحات الغدة النخامية، الأورام الغدة النخامية وأورام المخ. حقيقي طبعا. الجراحة الملاحية كل مكان بتدخل فيه لو أنت بتستخدمها مع تقنيات الميكروسكوب، مع تقنيات المنظار، مع حتى الجراحة التقليدية، هي مفيدة جدا جدا، لأنك بتاخد الموضوع بيضاف إليه أبعاد. لما اشتغل ثنائي البعد غير لما اشتغل ثلاثي الأبعاد غير لما اشتغل رباعي الأبعاد غير لما اشتغل وأنا عندي تفصيلة مسبقة عن سيناريو العملية، وكمان إيه؟ بعالج أي مستجدات تحصل، فبالتالي بحصل على نتيجة هائلة. أتحت لنا بقى إيه؟ استخدام المنظار عن طريق الأنف، وأنا بقى داخل أشيل ورم. الورم ده كمان داخل مش بس في الغدة النخامية، ده داخل في قاع الجمجمة وسرح في حتت كتير جدا، وساعات الورم يوصل للبطين الثالث في المخ. ما كناش بنقدر نتكلم عن المواضيع دي بالمنظار اطلاقا. اما بيبقى معانا الجراحة الملاحية بتديني صورة الأشعة، بطبق، بعرف خريطة المخ، بعرف شلت ايه، بعرف انا داخل هنا فين، كل الكلام ده بيديني الفايدة. احنا بنشيل دلوقتي ورم من الغدة النخامية عن طريق المنظار، وده عن طريق فتحة الأنف بشكل طبيعي جدا. المريض هيخرج هيبقى عنده باك أو حشوة في الأنف، هيشيلها تاني يوم أو تالت يوم، هيرجع بيته في خلال 48 ساعة. قد إيه الموضوع جميل ده، بدل سيناريو تاني كان في فتح للجمجمة، رعاية مركزة، أجهزة تنفس صناعي. الدنيا تغيرت كتير جدا وبتتغير، والتطور لازال قائم، والتطور بيزداد يوم عن يوم، والتكنولوجي كل ما بنتقنها بتجذبنا إلى ما هو أبعد. يعني كنا ما بنشيلش أكتر من 2-3 سنتي ورم، النهاردة بنشيل أحجام بتفوق 10-15 سنتي. النهاردة بندخل في أماكن ما كناش نقدر ندخل فيها
تراكم الخبرة اللي هو بيسموه الهرم التعليمي، ان انت في الاول لما بتعمل 100 حالة غير لما بتعمل 1000 حالة غير لما بتعمل 5000 و 10000 حالة، تفرق كتير جدا جدا. الجزيرة الثانية الجزيرة المهمة جدا هي ترم بدأ ياخد سمعة كبيرة جدا في الأوساط الجراحية الآن، وهي جراحات محدودة التدخل. وكلمة محدودة التدخل دي جراحات في كل أنواع الجراحة أصبح لها زي ما يقولوا مطلب جماهيري كبير. الناس تحب قوي أنها تعمل جراحة ما فيش استئصال لأشياء كثير، ما فيش فتح جراحي كبير، ما فيش استراحة وارتياح في البيت أو فترة تقاهة في البيت لفترة طويلة. ديت المعنى الجماهيري اللي الناس بتحبه، لكن لما نقرب بقى من الناحية العلمية ده اللي عايزين نفهمه، قيمة ما يسمى بجراحات وأساليب محدودة التدخل لحل مشكلات المثل الانزلاق الغضروفي. الحقيقة الجراحات محدودة التدخل كانت وليدة أفكار جراح المخ والأعصاب دايما، وبدأت بيهم وتطور فيها عندنا احنا أسرع من أي حتة تانية بكتير جدا. هي محدودة في مثلا في النساء، محدودة قوي في النساء، لا موجودة طبعا موجودة كويس جدا، لكن هو الفكر كله ليه بنعمل جراحات محدودة التدخل؟ لأن احنا عندنا الأنسجة اللي بنشتغل عليها أنسجة غالية جدا ولا يمكن تعوضها. أنت تقدر تشيل فص من الكبد وما تقدرش تشيل فص من المخ، تقدر تشيل فص من الرئة أو رئة كاملة ما تقدرش تشيل نصف المخ. الجزء اللي بيموت في الأنسجة بتاعت المخ والأعصاب الجهاز العصبي المركزي لا يعوض. فأنت هنا أشد الحرص على الأنسجة الطبيعية. المريض عنده نزيف، عنده ورم، عنده غضروف، كل ما يجاور هذه الإصابة أو هذا الورم أو هذا الغضروف هو شيء مهم جدا جدا. من هنا أتت الفكرة، أنا عايز أعمل عملية عبقرية أدخل من الفتحات الطبيعية أو أدخل من فتحة صغيرة مباشرة على الورم، مباشرة على الغضروف. عايز أقول إن اللي اخترع الجراحة الملاحية كان قاعد في محاضرة من المحاضرات وأستاذه بيشرح، وجات له فكرة إزاي ينشن على الورم زي واحد بيضرب طلقة من مسدس. ده سنة كام؟ 1800 وحاجة. وبدأ يفكر مع مهندس وعملوا جهاز ركبوه على الجمجمة. كل الكلام ده كله تاريخ علشان نوصل لإيه؟ إن إحنا بنفصل لفتحة صغيرة جدا على المكان بالظبط، زي اللي بيضرب طلقة على الهدف بالظبط. لما نشوف مثلا عملية إجراء انزلاق غضروفي بالمنظار ونقارنها بالعملية التقليدية، لما نشوف عملية تثبيت فقرات جراحة محدودة التدخل بالجراحة التقليدية، نشوف وقت العملية، نشوف الدم اللي بيفقده العيان في العملية التقليدية، نشوف بعد العملية المريض ده هيقعد قد ايه في المستشفى وده هيقعد قد ايه، نشوف المريض ده سنه كبير هيحتمل الجراحة التقليدية ولا مش هيحتمل. بنشوف احنا هنا بنعمل ايه في الجراحة المحدودة التدخل. اوعى حد يضحك عليكم ويقول لكم محدودة التدخل دي يعني هنعمل حتة من العملية او العملية محدودة، او جراح تاني ما بيعرفش يشتغل بالمنظار والميكروسكوب. على فكرة بسمع الكلام ده يوميا في عيادتي، اوعى تعمل عملية بالمنظار، اصل المنظار ده مش هيشوف كل حاجة. هو ايه ده؟ هو انا لما اضرب واحد بطلقه اموته او اصطاد حيوان بطلقه زي لما اروح اجري وراه بشومه عشان اموته؟ خلينا نعقلها كده. اللي بيصطاد صيد الطير او الحيوانات بيصطادوا بطلقه زي اللي بيروح يموت. زمان كان الانسان بيصطاد بايه؟ بخشبه وحجر، وبعدين تطور انه بيصطاد بطلقه، تطور دلوقتي ان في اصطياد بوسائل تانية خالص. فبالتالي هنا احنا ما بنصطادش بس احنا بنتكلم بنقرب المسافات. هو الهدف بتاعك او التارجت بتاعك الغضروف، ارتقاء. لا الغضروف هو الهدف بتاعك، انت بتجري ولا غضروف؟ بصطاد المرض، بصطاد الحته اللي طالعه من الغضروف عايز اصطادها اشيلها بالظبط، من غير بقى ما اعمل اللي ايه الدمار الشامل، الدمار الشامل اللي حوالين. فبالتالي اوعى تفتكروا ان الجراح اللي بيستخدم المنظار والميكروسكوب والجراحه الملاحيه ده أشطر جراح في الجراحات التقليدية. ده هو لما بقى شاطر قوي في الجراحات التقليدية ولم ترضي غروره أو ترضي طموحه، بلاش نقول غروره علمي، يعني لم ترضي طموحه، بدأ يدور على حاجة تانية تفيد مريضه أكتر. وعلى فكرة
من الذكاء ان انا افيد المريض بتاعي، من الذكاء ان انا اجنب المريض بتاعي عقبات، من الذكاء الشديد جدا اني ما شايلش مريض الهم واشيل عنه حاجات كتير جدا. وعلى فكره دي رسالتنا، احنا ما بنعملش حاجه اللي بيعمل ربنا سبحانه وتعالى، احنا اسباب، ولكن الاسباب دي يجب ان نكون ملائكه رحمه. ملاك الرحمه ده يبحث عن اي وسيله مشروعه تفيد المريض بتاعه، يتعلمها، يتقنها، يجيدها، علشان كل ما اجدت عمليه يعني ومن احيا يعني ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. ودي رساله مهمه جدا جدا بنحطها بنضعها على عاتقنا. فبالتالي مهم جدا ان المريض يبقى فاهم ده كويس، ما يسيبش حد يضحك عليه. اسال نفسك قبل ما تروح لحد بيعمل حاجه مبهره، قد تكون هذه الحاجه اللي اتعملت جابت نتيجه حلوه قوي مع مريض تاني. ليه؟ لان المريض التاني ما جربش ياخد قرار اخر. يعني معظم الحاجات اللي بنشوفها شفط غضروف، حقني مش عارف ايه تردد، معظمها بتطبق على حالات لو احنا اديناها علاج تحفظي صحيح لن تحتاج الى اي هذه التدخلات. وهنا بقى اللعبه، هنا الضمير. نتائج العمليه الجراحيه بتتوقف كلية على التوقيت بتاعها، في وقت مناسب جدا اقدر اعمل فيه للمريض العمليه واحصل فيه على احسن النتائج، وفي وقت هضطر انا والمريض الى العمليه الجراحيه وهنقبل بكل النتائج. امتى نبقى ده وامتى نبقى ده؟ لو احنا عندنا انزلاق غضروفي مثلا، خرج الغضروف من مكانه، انزلق، ده امر واقع، ما اضحكش على نفسي، الغضروف ده خرج من مكانه، انزلق، لابد ان هناك سبب وراء هذا الانزلاق. هذا السبب قد يكون ممارسات خاطئه، قد يكون عيب في العمود الفقري نفسه او خلل او عطب او سوء في الحركه، قد يكون التهاب في فقره، قد يكون اي، لا مين لا يعرف ده. واهم من علاج الغضروف او اجراء عمليه للغضروف ان انا اكون عالجت السبب. بالتالي ده مهم جدا ان لازم نبقى حاطينه نصب اعيننا. انت نورتني كالعاده وابدعت في سرد توصيف لثلاث جزر مهمين جدا في عالم جراحات المخ والاعصاب. الجزيره الاولى هي جزيره الجراحات الملاحية، الجزيرة الثانية كانت جراحات محدودة التدخل، والجزيرة الثالثة الميكروسكوب بعظمته وقيمته في عالم جراحات المخ والأعصاب. وإحنا بنتكلم في هذه التكنولوجيا المتقدمة جدا، أنا عايز أقول إن في أماكن كتيرة مش في مصر، في العالم العربي ما زال فيها ناس بتصدق بالعلاج بالعصاية، ما زال في ناس بتصدق بالعلاج بالخزامة، ما زال في ناس بتصدق بالعلاج بالحجامة. هذه الأساليب كلها اللي هي بيسموها أساليب فيها نوع من الدجل، فيها نوع من عدم الكفاءة، ممكن تضر المريض ضرر كبير جدا، والضرر ده قد يصل إلى مرحلة خطيرة، أنه يترك المريض الحالة تتفاقم بدون أدنى رادع لها. وللأسف هؤلاء الذين يخدمون على هذه المسائل كثير جدا ما يفلتون من العقاب المباشر. صحيح نهايتهم كما نراها نهايات دائما قاسيه جدا عليهم، هم بيكون دائما زي ما بيقولوا الثواب من جنس العمل، لا العقاب كمان بيكون من جنس العمل. ضيف العزيز القمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور يوسف حميلي، كالعاده نورت الناس الحلوه. شكر جدا، خليكم دايما معنا. شخصنا صح، التشخيص الجيد هنوصل للنتائج او للعلاج المظبوط. ايه الخطه العلاجيه في الزراعه؟ الأطول المتحركة دي مشكلة كبيرة جدا يا دكتور أيمن. اللسة اللي موجودة تحت دي كلها دي مش اللسة بتاعتي، دي الحالة اللي احنا دي اللي احنا عاملينها. أحسن حاجة طبعا في الدنيا إن احنا نخلع ونحط الزراعية مكانها، لأن لسه بيبقى فيه الدم غني بعناصر النمو والشفاء.